يلي بينزل على الطرقات بلبنان ما بيضمن يطلع منها صاغي. كتار تأملوا أنه قانون السير الجديد ممكن ينظم هالفوضى، وكتار لحد اليوم مش قادرين يطبقوه. نزلنا على الطريق ومشينا لكيلومترات ببعض المناطق بدون ما نتوفق بإشارة تحديد سرعة وحدة، وإذا لقيتها بتكون عم تلعبك غميضة. أما إذا كنت من محبي الكلمات المتقاطعة تسلب هالإشارة. مطلوب ورش كتير كبير من قبل وزارة الأشغال بالتعاون مع البلديات والإدارات الأخرى إنه حتى تتجهز هذه الطرقات بشكل جيد بالإشارات اللازمة ليتطبق قانون سير بشكل جدي للناس. يعني هالإشارات لما تنحط ما تكون محطوطة وراء الشجرة أو بين الإعلانات، لتكون مرئية بشكل واضح للناس لحتى تقدر تلتزم فيها بشكل صح. هالإشارة المصداية في منها كتير على الطرقات اللبنانية، وهالإشارة المخبية بتعرض المواطن لمحضر ضبط. ومن حال الطرقات هالإشارة طار راسها، والحال على الطرقات الداخلية مش أفضل بكتير من الأوتوستراد. نحن موجودين حاليا بالعاصمة بأحد الشوارع الداخلية، فهل معقول يعرفوا الناس شو السرعة القصوى هون؟ خبرنا، بتعرف شو السرعة القصوى لازم تمشي فيها بالشارع؟ 100 إشارة هيدا الحمراء والخضراء وينه؟ فرجيني تعشوف انتبه عليها مرت الجاي يعني. لا ما في إشارة أساسا. السرعة القصوى على الطرقات الداخلية بحال عدم وجود إشارة سير هي 50، أما على الأوتوستراد فمية. ولكن كتار من المواطنين بعدهم ما بيعرفوا تفاصيل القانون الجديد وكيفية إيجاد الضبط يلي سطر بحقهم. حاليا نحن عم نطبق قانون السير الجديد، ولكن وفق غرامات قانون السير القديم يلي هي غرامات القانون 67. نحن حاليا بدأنا بحملة توعية عبر موقع تويتر قوى الأمن الداخلي أتلاب أي أس أف، وفي نفوتوا على موقع قوى الأمن الداخلي يلي هو www.isf.gov.lb تيطلعوا أول شيء على مخالفات السرعة، وأيضا في قانون السير موجود على موقع قوى الأمن الداخلي فيهم يطلعوا عليه. ونحن في صدد تحضير لحملة بتشمل كامل الأراضي اللبنانية توعية حول أهم المخالفات والغرامات. قانون السير الجديد رح يطبق بالكامل وبغرامات جديدة ابتداء من نيسان، ومن هون لوقتها على المواطن الحذر، ويلي واجبه يحمل قانون كمان ما لازم يخالفه.